السلام عليكم اخوتي من اجل الجزائر والمغرب. هذا الفيديو هذا غادي نلوحو على شي ناس. ناشط واحد الفيديو ديال البوز وواحد السيد سميتو عبد القادر كيدوي عليا انا وكيدوي على اكرام وكدا والحيحه ناضيه. المهم اللي نجيكم الخلاصه نتاع هذا الشيء كامل غادي نقربوا عاد مزال يتلاحوا فيديوهات واحد اخرين اللي فيهم الدلائل ونتاع البنت غادي تهضر سميتها سميتها اكرام وديك الشيء كامل. هذا واحد اليوم من واحد الايام كنت غادي نخدم بحالي بحال عبد الله في نيويورك غادي للتران باش نمشي للتران ديالي باش نتلاح خدمتي. كنتلقى واحد البنت واحله حاصله قالت لي انا خصني شي واحد اللي يعاوني ما يعاوني كيفاش نخرج الوقت نتاع التران باش نطلع التران. سو انا اللي درت وريتها هذيك كيفاش تلاقيت انا هذا السيد اللي سميتها اكرام وريتها كيفاش درت قطع التران وكذا. جا سميتو مني منك راكم عارفين مني كان الهضرة وير يو فروم وكدا هادي بدينا كنتجاوبو في الهضرة كتعاودي لي الصور ديالها انا منينها منين وانا قلت لها راه انا مغربي كدا صراحة حنا بحال خوت عائلة كدا هادي قالت لي انا مشاكل وعاد جيت لهنا وبدات كتعاودي لي الصور ديالها كيفاش وقع ليا وكيفاش ما وقعش ليا. المهم انا ما غاديش ندخل في لي ديتاي حيت لي ديتاي خليتها هي تهضر عليهم داكشي بيناتهم فهمتيني. انا غادي نجي غادي نهضر على كيفاش تلاقيت انا السيدة وشنو العلاقة اللي كانت بيني وبينها. سو ملي غادي نفطري بحال هكاك البنت حاصله مازال جديده ما عارفه والو. سو قلت ليها انا بحال بنت بلادي ها النمره ديال التليفون احتاجتي اي حاجه عيطي ليا اي مساعده اي حاجه. المهم انا نبين لك اللي كاين معليناش. المهم داز لغط لي ساليت الخدمه ديالي لغط لي عيط لها تلاقينا كلشي بخير موقع والو كدا قلت لك موقع والو كلشي مزيان كلشي في امان الله. المهم حنا كنخرجو كنعاودو مراجعات عشان دخلت للسبيطار بانيك اتاك جاتها ابل مع الزوج ديالها القديم اللي سميتو قدور عبد القادر جاتها سميتو ابل قالت لك نعم اسيدي قالت لك تهديد ما تهديد. المهم داك الشيء جاتها بانيك اتاك طاحت كدا مشات للسبيطار. انا هي ديك اللي جاتني امرجنسي كون عند السبيطار حيت النمره ديالي الوحيده اللي كانت عندها ديك الساعه ما عندنا لا فريندز لا والو. سو جات الامرجنسي كول عيطوا لي قلت لها ياك لاباس كلشي بخير بغيتي نجي نشوف كي قالت لي لا كلشي بخير هذا النهار الثاني اللي نعرفها فيه. قالت لي لا كلشي بخير انا صافي بلي غادي تلقوني غادي نخرج في حالتي المسائل صافي تلقوها مشات خرجت من السبيطار تلاقينا كتعاود لي على المواضيع شنو قال لي شنو قال لي شنو قال لي عطيتها لي زيدفايس قلت لها شنو خصك دير شنو خصك دير شنو خصك دير كيما غادي نقول لاي بنت بنت البلاد فهمتيني جات من الغربه جديده ما عارفه والو. سو شي ذا هيلب and she found me and she's blessed because she found the right guy. It was someone else. I promise you guys there is gonna be a different story. هذا وقع ديك الشيء اللي كنكهضر عليه صاحبنا. سو صاحبنا كي دار جاب التصاور ديالي انا واكرام باش كنا كنخرجوا وكنعاونها وكنساعدها والمسائل جاب تصاوري مشى لاجونس ديال التليفون ديالها حيت حل كلشي بسميتو خدا النمره ديالها قال لهم طلع في التليفون بغيت نخرج النمره ديالي قديمه خدا النمره ديالها. انا صيفط لها ميساج كما العاده في الصباح كلشي بخير كلشي صبحتي مزيان في امان الله قالت لي اياه وكان صاحبنا اللي كيدوي معايا ديك الوقته كان هو اللي كيدوي معايا. سو بدا عليا كدا وانا عند بالي كنهضر مع اكرام ماشي مشكل حنا ما كاينش شي حاجه ديال اللعيب. سو انا نوريكم دابا انا نوريكم التصاور اللي لحقنا الانترنت ها هما هادو كلشي غادي نوريكم دابا ونقرا لكم الكونفرساسيون بلاتي نقلبوا الكاميرا بلاتي هما سو هاي اللي كي بدات هادشي كان في 15 ماي هادشي داز عليه 3 شهور وعاد تلاح هادي يومين 3 ايام. سو هاك بدينا في لو ماي ماي لو 15 هادشي داز عليه اتليست واحد 2 ولا 3 مانس. هادو هما التصاور اللي صاحبنا ياكو هذا التصاور اللي صيفط الاكرام كاملين فعلا ياه هانتوما بلاتي انا نوريكم دابا الكونفرساسيون شنو فيها. هاك بدينا قلت لها هنا صيفط لها تصور قلت لها هاي سباك كان يبن ويك اب سو يو نو Sometimes I do whatever I have to do, so that's my life, you know. I live my life. I'm not gonna talk about it, but you know. Will you send me some of our pictures, please? Okay, which ones? You have all of them. أنتو ما خوتيش ما سألكمش كان كذب. هذا راه هو اللي كان كيهضر معايا على حساب لي اكرام لحدنا الان عاد اكتشفنا ملي سند مي انت سي دم قلت لها اوكي قال لي ثانكس انا في البيت كنصيفط له التصاور وشوف شنو قال لي ملي صيفط لي اور هات وانز انا ما شفتش ديك الساعه ديك اور هات وانز مازال كنصيفط التصاور حيت كنصيفط هادشي كامل هانتوما كتشوفوا خوتي تصاور هما كاملين كاملين تصاور. شوف هنا شنو قال لي قال لي love them قال لي send me our crazy ones قلت له I don't have any crazy ones قلت له لكن I'm gonna send you what I still have قال لي miss you see them هانتوما
انس السيدي قال لي السواري، قلت له السواري فواه اي اول جيف يو اول ذات اي هاف، انتم اقراو الكونفرساسيون ونديرو واو انا سمعنا فوت ما تقطع واو انا سمعنا فوت ما تقطع الفيديو حيت كنصورو غير بالتليفون، حنا ما جبنا لا بيسي ما درنا لا مونتاج لا والو، فيديو لحسو لايف وصلنا لك الشيء قلت عباد الله عندنا عليكم غادي ندير لكم حقيقه، يعني ما محتاجش الوقت باش نكذب ونصح ونقاد المسائل اروند هذا الشيء. عرفتش قال لي اور كيس ويز ذا فوتو وعلاه على زعما راه هي اللي كدوي دابا نوتشن ويتش كيس يو باغين قال لي سوري اتس نوتين هابن راه دون نوت وما كتقراو وي توكن اباوت بوشي اي دونت نو بوشي وماي فريند اند يو ميريد But I don't understand what you're talking about. عاد هو باش قال لي oh what are you doing with my wife I'm her husband answer me please حرام حسبي الله نعم الوكيع عاد نقول له كدا وكيفاش وهانتا زي كيفاش حنا ما بغيناش ندخلو في ديك لي ديتاي كاملين حيت سميتو داكشي بيناتهم تتلحي الفيديوهات ديالها وهي تتلحي الفيديوهات ديالها هي غادي غادي تقول داكشي اللي كاين راه عندها تاهي فيديو درت لها فيديو راه هضرات تاهي مع التلفاز البارح تاع الجزائر مع الصحافه والمسائل قالت لهم ترى عندي الايفيدنس عندي البروف عندي ايفريثين اي جست نيد سم تايم سو غادي تقد المسائل ديالها وغادي تلوح انا بغيت نبين غير البار ديالي كيفاش تلاقيت مع هاد السيده هادي تلاقيتها مده ديال 10 ايام عاونتها داكشي اللي كنت كلي ندير ما درتو معاها صاحب ما راكم شفتو الفيديو راك شتي التصاور تاع كونفرساسيون باش ما بقاش طاقه على بنادم ما يتيقش وهي مازال غادي تلوح وغادي تعرفوا علاش هي دابزه معاه وداك الشيء فهاد الشيء باغي يعرف الناس علاش هي خرجت من الفار وهربت منه داك الشيء اللي هي غادي تقولو اش غادي يبقى الفيديو ديالها انا ممكن ليش نحكم ما عرفتش الصراحه يقد تقد يقول الصراحه يقد هو يقول الصراحه الله اعلم.